متابعينا الكرام، النهارده اليوم العام الدراسي الجديد، وبدا طبعا توافد الطلاب الصف الاول بمدارس محافظه الفيوم اليوم الاحد الموافق 1 اكتوبر، وفي زحام طبعا وتكدس من الطلاب واهالي الطلاب اللي هم اولياء الامور امام ابواب المدارس برفقه ابنائهم في الصفوف الاولى للمراحل التعليميه المختلفه. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد لسنة 2023-2024. طبعاً بيوجد تزاحم من أولياء الأمور أمام المدارس من أجل أخذ أطفالهم طبعاً، لأن أبنائهم بيكونوا موجودين طبعاً بيبقى في خوف عليهم بما أنهم طبعاً لسه في المرحلة الأولى، وطبعاً كانت أهل مصر حريصة على رصد لحظة وجود الطلاب وأولياء الأمور لحجز مقاعد أمامية ليهم في الفصول لأبنائهم، وحرص الطلاب على الالتزام مع أول أيام الدراسة وارتداء الزي المدرسي الموحد لكل مرحلة تعليمية. وتخص اليوم تخصيص اليوم الأول للصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية المختلفة، وقالت أماني أوران وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم إن المديرية وجميع الإدارات التعليمية أنهت استعدادها لاستقبال ماراثون العام الدراسي الجديد 2023-2024 المقرر اليوم الأحد، وتم تخصيص اليوم الأول لدراسة الطلاب في المدرسة علشان استقبال الطلاب للصفوف الاولى بالمراحل الابتدائيه. زي ما حضراتكم شايفين ان في اطفال صغيرين، فطبيعي طبعا الاهالي بيكونوا متواجدين علشان استقبال الطلاب بالمراحل والصفوف الاولى الابتدائيه والاعداديه والثانويه، وذلك بالمدرسه التي تتم بها الدراسه ايام الاحد مع انتظام باقي الصفوف الاولى وجميع الصفوف الثانيه بمختلف مراحل التعليم يوم الاثنين الموافق 2 اكتوبر. يوجد طبعا توجيهات لمدراء المدارس بالفيوم، وقد شددت وكيلة الوزارة على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالالتزامات بكافة التعليمات الصادرة والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف المراحل الدراسية بجميع المدارس، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكيد على تسليم الطلاب الكتب المدرسية من اليوم الأول والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المتطورة للتعليم الفني لضمان توافرها لكافة الطلاب، والالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدرسة مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة أو أماكن محددة، والتأكد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس لتخفيف ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. زي ما حضراتكم شايفين طبعا إن الأطفال طبعا في تواجد لأن دي المرحلة بتاع الصف الاول الاعدادي، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ان في بدا التكدس علشان خروج المرحله الابتدائيه مع طبعا الكيجيهات الموجوده في المدارس. التكدس طبعا متواجد لان احنا موجودين حاليا امام مجمع المدارس باحد مناطق محافظه الفيوم علشان نرصد لحظه حشد الطلاب امام المدارس، وطبعا بيكون في بعض التصرفات الفرديه من الطلاب زي ما حضراتكم شايفين اللي هو الهروب من على سور المدارس طبعا، وبيبقى في حاجات ثانيه، بيبقى في ضرب ما بين الطلاب وصراعات على المقعد الاول لحفظ مكانه في المدرسه، اعتقادا منه ان المقعد الاول في الفصل هو بيكون سبب تفوقه ونجاحه. كنا متواجدين معاكم من امام مجمع مدارس باحد محافظه الفيوم عشان نرصد لحضرتكم لحظه دخول الطلاب الابتدائي والاعدادي لليوم الاول على التوالي، وتواجد اولياء الامور بس طبعا احنا كنا متواجدين النهارده معاكم من محافظه الفيوم مراسله جريده ومهد
فريق مؤسسة جريدة وموقع أهل مصر من محافظة الفيوم هبة محروس الشاهد. زي ما حضراتكم شايفين في زحام من الطلبة وكمان من أولياء الأمور للحفاظ على الطلبة من الخناقات، وزي ما حضراتكم شايفين ظرفات الأطفال طبعا لأن دول لسه في مرحلة الطفولة. بنشكر حضراتكم ونرجو المتابعة من مشاهدينا الكرام لجريدة موقع وجريدة أهل مصر. نتمنى إن احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد، وشكرا لحضراتكم.